أربع تعادلات وأربع خسائر تلقاهم اليوم، وحتى اللحظة خسارة جديدة، خطأ يحتسب، كرة طويلة رأسية، هدف تقليص الفارق يأتي للملك، هدف تقليص الفارق قبل 10 دقائق من النهاية يأتي بهذه الكرة من امبيرزا، وهذه الرأسية من الجزائري بن عمري يقلص الفارق لنادي قطر، وعشر دقائق في الطريق وما زالت الثلاث النقاط في أرضية الملعب. ارتقى ووضع هذه الكرة في المكان المناسب لت